أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسود وادا ورار كفيدنا مي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتها سبسكرايب سار كمبيل كفرو داو ورار كي ودن بي وفيدنا ما أحد أخذ با حساسي أي نوصة سعادة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي واكوما مدح وينها ما مول قوباليات كا إلا إمن كلو حيرين يهي دورا شد إسلام مركاسين قديد يوصل صومك عابين ما في الله صوماليا فرماجم يا لغا كودقا نوضحيا قدقاسي صوداهي وخورخور مدح وينها ما مول قوباليات كا قلمودك أحمد عبد كاري خورخور أيا لغا سوغيا إنو صوب بدلو حبناها عباشادا لغا كيني اي كجري قدقا دورا شد اللبادة هير تاسي او سيوين لوغا عبسي عقابو إن مدح وينها وقت يو كدعي فرماجوي إلا إمنكا لبادي قوبيو قفكي أمتالي لها أما تاغيردي أمتالي لها تيرو أهان شن حبنو دا أيا بدل كودا او صومك عابي دونا كما الدنبايس إلا عاو إلا بردة سيدا آن حوكتكو هلني إلو كودو حفيز كان رئيس الوزارة دالكا أيا شاقي إن قلمودو كليا لو حيري يهي سي رئيس الوزارة هو ريكتكو سو مقعابا قدقا دورشاد هير دولة قبلة دي هير فيدرال سي هو شودا اوغو الرئيس او بلاباتو حرين تا إيو سيمنار اللو فرسي اللو تببارو ما داما لو باهن يهي قد تببارن او دورشاد سي فيعان وفهميا حلي بانا دا أخل كسر أيا بلاوغا دورشاد اللو فيليا إن لقودا قلو تاس او اي داد بدن دكتا او تاقيان شخصياتكو سو بيح دونو ما داما أخل كسر او يهي كان كقاليسان قولها بارلوان كفيدرالك سوماليا قف كسو سو شرح يا أخل كسر وحا او ديوان قلين او ديبيا لباتن كون او دولار كدب أقل كسر وحا لسو دوران دونا وكراستا قولها شعبك او آد إش اللوغو وضحيو مشرحين بدن نايو تاقيهين حلك حلواني مدى هدي او فرماجو حلوان بدن هلو وحا حل كاسي كم وقنيسا ان فرماجو او سو لابنيو لكن هدي معارض كحلوان فرم بدن حل كاسي كهلان وحا هو باللهي نين ميدوغا مشارحين تا معارض كاون نخون دونا مدحويني رئيس الوزارة رابلا ايا شيغ ان سيدا اغو نقصة حبادن دورشاد اللو قدا قلي دونا تاس ايونا بيش عالم كا او بلان قاضي ان دورش حر ايا حلال اهي دالكا او غارسين دونا سيكا استباها اهاتي مدحوينها قل مودق ايا امين كاللو حيرين يهي من اللو اغا ان مدحوينها وقت يوكا داعي فرماجو او لي يهي سيدا هي سو مقعابيس تا قدقاسي دينا عكلا مانتا واحدا سيدا حي طبانك بيشا جون هي سانت كلابا كوني كوي لباتانك واحا سير رسمي او بلاو دي دولي مادي دي توسكا اها اي صومالي اي كي يكواس او حكت كجري مدى بل اهي سبب اللي حريرا خلاف كاو دحيا لبدا دولي دوت ديب افرستا دولي مادي دا ايا يميد كد ديب مركي اي كي يطبانك بيشاني كود واغدي ان اي دوب فسحة دي ديارة دا حكت تاقا يا صوماليا اي كوا يمادا دل كيدا سيدو كلا هين تاني ايا كو تيميد كد ديب اسكو دوانشو اي لبدا دينا اي موجيان سيلو هجا جيو حريد كحمادي لبدا دل انتي اي حرنايين دولي مادي دا وحا اي سامين كو يشين دا دقاقية دا ددكا اي لبدا ودن وحانا كدشي سامين كالي او دقالي سيدا او شيغي ابوكر حسن دقاني ددكا قسارها كالا كلمي دولي مادي دي هوري لو جوجيي دقانا ايا شيغي ان قوان كاكين يا او مركي هوري اها مدك دك اح او لغو سو ادي حلي او جري عدو كسف مرين كعابو غسقالي طبان سيكستو اللبادة دولدو دا يا هاتان ودد دادالو اي ديب اغو سو علي نيان حرير كودا ما داما او قوى اسلام مركاسين اللا كلا خرطي سفارة دها سو ماري يكين يا حرير كودا وحا او حمادي تن ايو مركي سو شعب حدي كيسك بادا يهور يالا محكمة دا عدالة دا دونكا لنا عقل الدولد جبوتي او ورك سو سارتي قوى انك الدولد فدرالك ايو حرير كينيا وزير كارمه ديبادة دولد جبوتي مدن محمود علي يوسف او سو ساري ور قرال لحي ايا كهد لقو آنكا كسو بحي دولد فيدرالكا يكو ادن ديبو سو نولين تحرير كدالكا سو ماري يكين يا وزير كايا مركا هوري سو دوو يكو آنكا كسو بحي دولد سو ماري يدب لوو سو علين ايو حرير كي ايلا لحيد كين يا اساقو اوكو تيل مامي حرمر وين سيدو كالوحو انتا سيكو داري اني مهم تهي ان لوضا الاليو نبادا ايا حسيلوني دا قبالكا اردن جبوتي وحي سو دويني ساد ديبو سو علين تحرير كدبلوماسي دا دي او دحيا جمهوريات دا ان والالها نهي اي صومالي اي جمهوريات دا والالها ان نهي كين يهرنتي واهر مروين او كجرتا قبالكين ايقاد نبادا ايا حسيلوني دار تيد ايو يري وزير كارمه ديبادا اي دالكاسي جمهوريات دا جبوتي فضلاً دب أدوار كيني هوري إيه على سيدة ميديا حق حساسية مشرح دكت ديقة أدري مدحوينا وقت وكذا ماذا فرماجي إسلام مركاسينا الشيغي إنو داهينا يدورا شادا وحا أدونيا إن أولوها قبطو إسلام مركاسينا كورسيغا وسكسيفة ديو قار كمي داهي مشرحين تمعارد كي أتاقن حلك مدحتيني مدى صوماليا ياكا والأحسن داهي تانك دورا شادا صوماليا إيو عقا جيت كاي شيغين إن أو كجيرو سيدي دورا شادا لوغو قبان لها وقتيجي أيكوهي شيسي دولة دفدرالك صوماليا دولة قبالي ديدا مشرح مدحوينا
عبدالكريم حسين قولد ايا شيغي ان قابس او حد كجرو هيرجلين تدورة شادا او هري لوغو هشيي ان لوسو قبقبية لابا بلود قدهود وحا اونا كوباقي ان شاقادة دورة شادا اهمية دوين لسيو او ان دالك ايا دولد نمادا فرصاد كار لغو لومن ايو يري فراقا ايها بعسانان تاكا موقتا هاي اذا دولد وحا داو او اهد دجنتا مشروع دورة شادا دولد فدرالكي دولد قبلي ديدا ايا باش عالمك وحا نوغو باقينا ان ان وقتيغا لدلين او دورة شادا لددجي هشيز كمقدش لغو غاري داماتي بشي مي وحو ابوري جوي دورة شا لكن مدد العي مي او لابا بلود اه ايا شاقادا سيدا لوديس كا اهي اسعو تا اسما قادان كران وحا نكو باقينا ان شاقادا دورة شادا اهمية دوين لسيو او ان دالك ايا دولد نمادا فرصاد كالي لغو لومن ايو يري مشرح قولد مدحويني هوريق المدوك عبدكرين قولد ايا شيغي ان مر والبا او لداه يو جيد سعود كدورة شادا اي اوور مي كران عقابادا عصوبيو اسماري واكالي وحا اونا عطسدي ان ان وقتيغا لدلين او دورة شادا لغو هشيي لددجيو مشرحاني ايا تلمامي ان مدحويني فرماجا كموقاتو انو معاش اوغا بحجيدو حقال دا عينتا وقتيغا دورة شادا سيو او صفا ان شرعي اهين اوغو صفا ديو كورسيغا قرنكا وحا اونا كدديغي دا هينتا دورة شادا ايو دابين او ولي ديغيو مدحوينها وقتيغا دعايا فرماجو مر والبا او لداه يجيدي سعطة دورة شادا وحا ابور مدونتو عقابادو عصوب ايو اسماري واكالي مدحوينها مدحليد كي سادا ماري فرماجو وحا كموقتا انو معاش اوغا دحجيدو حقال دا عينتا وقتيغا دورة شادا ايو كوغر باشي مشرح عبدكرين حسين قوليد دينا عكال رئيس الوزراء حكومة دحل قارسين تا محمد حسين روبلا ايا مقا عابي قدي صوب بارا عباشاد والدين تي صوماليا دي اي ويلة شودي تابا بركا لوغو قادي دل كاسيري تريا كواسي او تن ايو مركي دل كالاغا دوفيي ان لغا هيلين حوك سوغان قدي قاو رئيس الوزراء روبلا او مقا عابي باريتان كارين تاني ايا كا كوبان شان حبنود وحين كليهين كو حسن حسين حاجي ورسامك وزير كا غاشاني قاو قدومي لوغ ديگي لابا مقتار حسين افرح وزير كا رماه قدها سدح دنجري عبدالله احمد جامع سفير كا صوماليا دل كيتوبيا افر جنرال اودوا يوسف راغا دليا عينن كا حوغا دلكا سوماليت شن محمد ابراهيم معلم وافهين كا حكومتا رئيس الوزراء تلاوادان او احمد اد مهم اوغو اه والدين تا سوماليت اي عرورتودا كو وايين غعانتا دولدا ايا مدد دير لغو لا تلينيي inay qaado dawladda balse hadda ayuu ku dhaqaaqay ra'iisul wasaaraha Roble dhawaan waxa soo xogeystay warar sheegaya in ciidamada Soomaaliyeed ay ka dagaalameen gobolka Tigray ee dalka Itoobiya kadib warbixin ka soo baxday hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka oo shaacisay xuquuq saabsan arintaasi wixii intaasi ka dambeeyay magaalada Muqdisho ayaa marti gelisay mudaharaadyo waaweyn oo ay dhigayeen waalidiinta ay ka maqan yihiin caruurtooda kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay cabashadooda la hortaagnaa xafiisyada waaweyn ee hay'adaha dawladda sidoo kale waxaa jira dhalinyaro la sheegay inay ka soo goosteen askartii tababarka loo geeyay dalkaas Eritrea oo maalmo ka hor lagu soo bandhigay deegaanada Puntland kuwaasi oo sheegay inay wajaheen nolol adag iyagoo ku celceliyay in loo doodo oo dalka degdeg loogu soo celiyo dhalinyarada saaxiibadood ahaa ee wali ku sugan dalkaas Eritrea si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa iminka arrintaasi dusha u saartay gudigaasna u magacaabay dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka